ورح تكون معنا نور فهد القاضي، متفوقة وخريجة بجامعة الفرات بأنطاكيا عبر الهاتف. صباح الخير يا نور. صباح النور، أهلا وسهلا. ألف مبروك التخرج وألف مبروك التفوق والتميز. شكرا كثير كثير، الله يبارك فيكم يا رب. الله يبارك فيكي. احكي لنا نور، كيف بلشتي الدراسة؟ كيف كان التحدي عندك انه انت يعني بمكان جديد مع يعني كلها بداية جديدة مع رفقاتك وزملائك؟ بلشي لنا انت، احكي لنا قصتك. بداية كانت القصة فينا نقول شبه مستحيلة، يعني وانه لغة جديدة ومكان جديد، بعدنا عن اصدقائنا عن اقاربنا. فعليا كان بداية الموضوع جدا مستحيل، لكن سبحان الله يعني مع الإصرار مع التشجيع من الأهل، التشجيع من كثير منظمات كانت حوالينا، تشجيع من كثير أصدقاء، الحمد لله قدرنا نتخطى فكرة اللغة أو قدرنا نتخطى حاجز اللغة، وصارت اللغة التركية يعني من أحد اللغات اللي هي إلنا، أو فينا نقول يعني من أحد اللغات اللي نحن صرنا ماهرين فيها. بعدين الحمد لله يعني بدأنا بمفاضل على الجامعات وانقبلنا بفرع يعني اللي كنا نحلم فيه. حلو. الحمد لله رب العالمين، وهيك وصلنا لنهاية الطريق الحمد لله وتخرجنا يعني، ويعني نحلم طيب. أو الإنجاز اللي نحن كنا نحلم فيه، وأيضا الإنجاز أو الحلم اللي كنا نحن نتمنى نشوفه بعيون أهلنا. طيب هلأ نور، شو هي الصعوبات غير موضوع اللغة اللي واجهتك أثناء دراستك في الجامعة؟ هلا في كثير كثير صعوبات، احد الصعوبات انه هي الغربه. هلا انا جامعتي ما كانت بنفس مكان اقامتي، فانا كنت سافر من مكان اقامتي الاساسيه اللي هي باتاي لمكان ثاني اللي هو مكان يلزغ، فانا فعليا يعني كنت انا كبيره يعني انه طالبه لحالي، فكان هذا كثير كثير عائق كبير، لكن فعليا هي التجربه كثير كبرتني، يعني هي التجربه كانت كثير الى اثر فيني، يعني اني انا اعتمدت على حالي بشكل كامل، سكني مكان قعدتي مكان اكلي، فهذا الموضوع جدا جدا كان اثر فيني. طيب نور، خريجه اي فرع؟ احكي لنا على الفرع اللي تخرجتي منه، ووجهي رساله للشباب اللي بعمرك انه هدن اذا عندهم حلم تجاه هذا الفرع اللي حتى انت عم تدرسي، شو الشيء اللي ممكن يحفزهم عن طريق الخبره اللي مريتي فيها؟ هلا انا تخرجت من تخصص الهندسه الكيميائيه من جامعه الفرات اللي هي بمنطقه إلازغ. بصراحه بوجه كلمه لكثير كثير لكل الطلاب، يعني ما يعني الياس ممكن بالبدايه اي حدا فينا يمر بمرحله الياس، يعني هي مرحله اغلبنا ممكن يمر فيها، ما غلط هذا الشيء او هذا الشيء ما له شيء ما بصير انه انا مر فيه، لا عادي كلنا رح نمر بهي المرحله، لكن الغلط انه نحن نضل بهي المرحله. هلا ممكن تمر شهر شهرين، مثلا انا بدايه دراستي مرت شهر شهرين حسيت بالياس اني انا ما رح اقدر كفي، انه الوضع كثير صعب، يعني دراسه تعامل الدكاتره ممكن او ممكن تعامل الأشخاص المحيطة فيك الوسط اللي أنت محيطة فيه، لكن يعني مع المحاولة كل شيء رح يمر، يعني الموضوع اللي أنا هلأ حاسسته صعب لقدام رح يكون سهل، ورح أمرق بموضوع أصعب، ويعني هيك رح يضل عندي موضوع أصعب ورح يكون الموضوع اللي ما رح يكون أسهل، فما حد ييأس يعني بإذن الله. كل شيء مكتوب لنا وكل شيء رح يكون مثل ما نحن بنحب، لكن بدنا محاولة وبدنا تشجيع طبعا، تشجيع الأهل يعني، فبإذن الله يعني كل شيء رح يكون مثل ما نحن بدنا، لكن بده إرادة. الموضوع بدي أرجع بارك لك مرة ثانية نور، وبدي أتمنى لك طبعا يعني التوفيق بتجربتك القادمة سواء في سوق العمل، يعني أنت بعد ما تخرجتي أكيد رح تبحثي عن فرصة عمل، بتمنى لك كل التوفيق نور، متفوقة وخريجة من جامعة الفرات، كنت معنا من أنطاكيا، شكرا لك. نهارك سعيد يا نور. شكرا كثير.